هاي، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده في جرافيتي كود، الفرع الجديد ليه في سيتي سنتر الماظه. في اكتيفيتيز كتيره جديده غير اللي موجود في معظم الفروع التانيه. الفروع في العادي يبقى فيها ترامبولين بس، هنبتدي بترامبولين فعلا، لكن هنعمل اكتيفيتيز تانيه كتير هنشوفها سوا مع بعض. كنا في اول نشاط جديد دلوقتي، يعني انا كنت جربت الترامبولين ده كذا مره في كذا حته في اير زون برده، مش بس في جرافيتي كود. انا هكون في دلوقتي حاجه اسمها نينجا كورس. هو مش عامل بطولي تماما يعني، بس انا حاسس ان هو صعب على الاطفال اكتر من الكبار كمان، يعني انا حاسس ان عملته يا دوب. محتاج مساعد برضه.
كل حاجة على نفسك. هي كده تمام ولا انا حاسس انها خانقة قوي؟ خالص؟ هتفك مني اكيد؟ ده سالتة بزيادة. ما بتخدع يا سايكي. يا سايكي دلوقتي. اوكي يعني هنبتدي المعاناة دلوقتي. ابتدي اتعلم. خير بحاول اظبط البتاع ديت. لو انا جاي انضف عندكم البيت تقريبا بتاعنا على بس ديت. طيب يعني انا دلوقتي انا ايه في مرحله الاراده والتحدي. فاك انا بقى مش هطوع يا عمر. الراجل ده طيب يا جماعه. اوكي ده عمود المفروض ان احنا نمسك فيه. واو واو ماشي. هو الفكره ان انت بتحاول توطي لازم تبقى ركبك واطيه قدر الامكان في نفس الوقت ظهرك متني لقدام كده سنه وحاول رجليك ما تعديش وسطك. لو رجليك عدت وسطك ده ممكن يخليك تقع لورا. طيب يعني كان يوم سريع كده في جرافيتي زون فرع جديد على سيتي سنتر المنظر وزي ما قلت لكم في اكتيفيتيز ثانيه جديده غير الاكتيفيتيز اللي احنا مصممين. فانا خدت حوالي في الليله دي كلها بتاع ساعه ونص مثلا حاجه زي كده. جربت تقريبا معظم الالعاب. في لعب كتير ما صورتها لكمش برضو زي البابل فوتبول ديت. انا كنت استمتعت بالفيديو دوت. كان فيديو جميل اعتقد انا استمتعت فيه. بالنسبه للتكلفه الموضوع حسب انت هتاخد عدد اكتيفيتيز قد ايه بس الموضوع يبتدي من 100 وشويه لحد ماكسيم 400 وشويه. اب تو يو انت اللي تختار الانشطه بتاعتك في كل حاجه. يعني اي حد هيتبسط سواء كان كبير او اطفال. في اطفال كتير جدا موجوده. في ناس عائلات واطفالهم موجودين. فالموضوع مش مربوط بسن معين يعني او كده.